انا الجواب نقول لك هل تعافى مما اصاب قطاع الحلي والجوهر قبل الكوفيد وقبل لان عندنا واحد الاكراه هو الاكراه ديال الثمن. الثمن ما بقاش في المتناول ديال المواطن اللي كيشري الذهب، يعني ولات اقليه. هذه شحال هذه كانت الناس عندها كتلجأ للذهب باش تخبع شويه الفلوس، اليوم ما بقاوش كيلجؤوا للذهب لان ما كاين ما تخبع. فعلا من بعد الازمه ديال الكوفيد ومن بعد الازمه ديال اوكرانيا، في الازمه ديال اوكرانيا غادي ندويو على الثمن، راه وصل ل 500 درهم للغرام من هذيك الازمه الى يومنا هذا. اليوم كيدير الذهب 440 درهم. ملي كنقولوا 440 درهم غير باش المواطن يفهم اننا كندويو على الماده الاوليه في عيار 18، يعني ما مخدومش. الخدمه ديالو هي اللي كتحدد القيمه ديال البيع النهائي ديالو. حنا كندويو على الماده الاوليه هي اللي كتحكم لينا، غير باش نوضحوا هذه المساله هذه. وفعلا قطاع الحلي والمجوهرات ما خداش الحق ديالو باش انه يزدهر على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي، ما خداش الحظ ديالو من الادارات المسؤوله، لانك دارت واحد الدراسه استراتيجيه وكنا كنتمنوا على الله على ان يوقع التوقيع عليها و التنزيل ديالها على ارض الواقع، لان كانت فيها حلول جريئه، ولكن لازلنا ننتظر. وهذا موضوع يطول شرحه، كيخص موضوع بوحدو. اللي كاين هو انخراط الجديد في القطاع عندنا، وهو انخراط قطاع الحلي والمجوهرات في كاين واحد الهيئه الوطنيه للمعلومات الماليه، وكاين خرطوا لان المغرب يصنف منطقه رماديه عالميا ظلما وعدوانا، فهمتيني، ولكن بان كاين هناك تبييض الاموال في القطاع ديال الحلي والمجوهرات، هناك وفي عده قطاع، لان ما كاينش قطاع الحلي والمجوهرات، كاين عده قطاعات، كاين 8 ديال القطاعات اللي كيوقع فيهم تمويل الإرهاب على الصعيد العالمي كندويو وعلى تبييض الأموال ومنهم الذهب. المهم اللي مهم في هذه اللحظة هذه، وهو أن قطاع الحلي والمجوهرات واللي كيشتغلوا فيه منخرطين بجد، أنهم عندنا واحد الاستمارة كنعمروها وكنوجدوا راقي وكنوجدوا هذاك باش نكونوا تحت، يعني باش نوضحوا الوضعية ديال المغرب في هذا السياق هذا. وحنا انخرطنا معها بشراكة مع إدارة الجمارك والأمور، يعني وكيكون آخر ديلي ديالها هو باش نقدموا الوثائق هو نهار 4 أوت إن شاء الله الرحمن الرحيم. هذه الهيئة الوطنية للمعلومات المالية هي هيئة كانت تأسست في كنظن في 2008، ولكن ما خداتش يعني ذاك الحجم اللي كانت خصها تاخذه، ولكن ملي عطاوها وكلفوا بها إدارة الجمارك لأن تكلف بها إدارة الجمارك، ناضت وكتشتغل على هذا الاتجاه هذا في أحسن الظروف. هذه الهيئة هذه هي هيئة عالمية في الأول تابعة للأمم المتحدة تحارب تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. هنايا دابا في هذا الإطار هذا حنا كان قطاع الحلي والمجوهرات كيساهم في محاربة تبييض الأموال، رغم على أن ما عندناش تبييض الأموال. تبييض الأموال كاينين في واحد مجالات أخرى أكثر دقة منا حنايا. أما حنايا لو كان عندنا تبييض الأموال وكان راه التجارة رايجة وكاين البيع والشراء. اليوم كاينة أزمة تجارية في قطاع الحلي والمجوهرات، وهذا يعني كيمكن لك تسول جميع الحرفيين ويقدر يأكدوا لك هذا الشيء هذا. والدليل الى خرجتي من هنا يمكن لك تخرج وتصور القيساريه وتشوف شحال ديال بنادم وشوف شحال هذه في الساعه واش كاين بنادم، ومن غير خروج على المودوت وكاين في من بعد المودوت واجي تشوف. المهم على كل حال اللهم لك الحمد. بالنسبه للمستقبل ديال القطاع الحلي والمجوهرات في المغرب، حاليا رحنا كنتفائلوا خيرا،
كنتفائلوا من اجل تنزيل الدراسه الاستراتيجيه، كخصها تنزل الدراسه الاستراتيجيه بمعيه الفيدرالية المغربية للصياغين، لأن هذه الفيدرالية كتشكل أكثر من 35 جمعية على على جميع جهات المغرب، وبالتالي ما خصش الإدارة المعنية أنها تجاهل هذه الإدارة، تجاهل هذه الفيدرالية، والفيدرالية قائمة بواحد العمل الجاد من أجل يعني هذه المكافحه ديال تبييض الاموال، وباش نوضحوا الصوره ديال المغرب الحقيقيه لا كيف يراها الاخرون، لان يراها الاخرون على انها في منطقه رماديه، ونحن لا نراها كذلك. المغرب غادي في طريق مستقيم، ربما هناك فلتات، ما هذا لا ينكرها احدا على جميع المستويات العالميه، ولكن حاليا المغرب غادي في القطاع مزيان في القطاع. اللي بغينا ان تنزل هذيك الدراسه، الماده الاوليه هنا غادي ندخل لواحد من العوائق باش نزيدوا القدام في القطاع، الا وهي الماده الاوليه. ما كايناش هناك ماده اوليه. الصنايعي لا بغى يمشي يشري كيخصو يشري الذهب ويذوبو داكشي ديال لاكاس ويذوبو ويخدم به، وهذا حاجز او اكبر حاجز للتطور. اليوم ما شاء الله يعني غادي ناخذ موديل ديال تركيا وموديل ايطاليا في قطاع المحلي المجوهرات، يعني تركيا كتستولي على اكثر، نقول لك اكثر من 60 ولا 70% على لو شيفغ دافير مونديال، يعني تركيا والهند، الهند بالنسبه لاسيا وتركيا بالنسبه لاوروبا وافريقيا. إذن بغينا حنا نزيدوا بهذا القطاع القدام. اليوم الفيدرالية قامت بشراكة مع منظمة الألفية بخلق مدرسة لقطاع الحلي والمجوهرات في مدينة فاس، وغادي تكون أول مدرسة فريدة من نوعها، لا من ناحية تجهيزات ولا من ناحية المستوى التعليمي في هذا القطاع ديال الحلي والمجوهرات. إذا بغينا يد العون، هذه رسالة كنقولها رئيس الحكومة والوزراء كاملين، أي واحد اللي غادي يمكن له أنه يقدم يد العون في هذا القطاع هذا فهو قطاع واعد، وحتى شي واحد ما غادي يندم إلى استثمر فلوسه في القطاع ديال الحلي والمجوهرات او قطاع الذهب. بالنسبه واحد النقطه اخرى غادي نطرق لها، وهو هناك واحد اشاعات مغرضه اللي كتطلقوها على قطاع الحلي والمجوهرات على ان العيار ديالها ما كيستوفيش اللزوم ديالو. اليوم باش الانسان يشري الذهب كيخصو يمشي عند ذهبي، والذهبية كلهم عندهم رخصة من إدارة الجمارك، وكاينين الناس اللي كيبيعوا يشريوا بدون رخصة، وكاين واحد الطابع اللي كيكون مطبوع على الذهب، يعني تل هذاك اللي بغى يشري، هذاك اللي بغى يشري يتأكد من هذه المواصفات. أما بأن الذهب ديال المغرب ولا الذهب بالنسبة للمواطن المغربي أو المستهلك المغربي على أنه فيه مشاكل وفيه فيه، راه ما فيه والو، راه كونترولي عن طريق إدارة الجمارك، كاينة مراقبة إدارة الجمارك، وهذا ما كيمنعش على أن هناك فلتات كيف كاينة في العالم كله، يعني دائما كنجبروا الصالح والطالح، ولكن في القطاع الحلي المجوهرات هنا في المغرب، يعني واحد النسبة كبيرة ديال الصالح، ولا تخوف على الذهب المغربي المصنع طبيعة الحال.